طبعاً يعني مع الحاجات الجميلة دي على ما أعتقد أنتوا عارفين إحنا يعني في هذا المساء ضيوفنا مختلفين ومميزين. سر التميز لأي امرأة سودانية حابة إنه يشار إليها بالبنان، والحديث دائماً يكون كبخور البخور الجميل ده لشركة بصمة للعطور، معناها هي بتعرف تختار. وشركة بصمة للعطور طبعا يعني أشهر من نار على علم لأنها مختلفة ومميزة، وهي عنوان عريض للأناقة والرائحة العطرة جدا بصراحة. يعني جود الروائح هنا بتتحدث عن نفسها، ومن الوقت اللي يتولع فيه البخور وصراحة الأجواء بقت مختلفة جدا يعني. فعلا تحياتنا لشركة بصمة للعطور، دائما بتجينا بالجديد المختلف وقمة الأناقة والرقي. نرحب في هذا المساء مع الأستاذ المغيرة الجماعابي مدير المبيعات والتطوير بشركة بصمة للعطور. أهلا وسهلا أستاذ المغيرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المغيرة الجماعابي مدير إدارة المبيعات والتطوير بشركة بصمة، ونرد لكم التحية بأحسن منا القناة المتميزة المتفردة قناة النيل الأزرق، ونحن سعيدين جدا بوجودنا معكم إن شاء الله. كده كلمنا عن المنتجات المتميزة اللي نحن من ما أنت دخلت ونحن بنتكلم عن إنه قدر شنو شكلا وحتى كخامة، يعني إنه الروائح جميلة جدا. طيب تعريف أول حاجة، شركة بصمة العالمية شركة سعودية بتعمل في ثلاثة أقسام: شركة بصمة للعقارات، وشركة بصمة الغابضة في الدعم اللوجستي للنفط، وشركة بصمة للعطور. ده ما يهمنا نحن. والتحية لسيد رئيس مجلس الإدارة صادق أبو عبد الله. حقيقة السوق السوداني والمرأة السودانية عموما تحتاج إلى منتج يكون في قامتها السامغة، لهذا كان اختيار الاسم كنداكا لملكتنا النوبية في الحضارة الكوشية القديمة، ولتقديم منتج يليق بمغامها، لأن المرأة السودانية في مجال العطور حديقة من زعفران. يا سلام، الكلام الحلو ده. الكلام الحلو مع الحاجات الحلوة. شركة بصمة للعطور، حتى بصمة معناها أنت حتختاري عطورك أو حتى أي نوع من أنواع الصندلية بتشبهك وبتكون عندك بصمة، لأنه عموما مجتمع النساء لازم أنت تكون متميز عشان ذاته أنت تتسأل. خلينا نتكلم شوية عن المنتجات وبعدين حبتدي أنا بال دعود صندل، صح؟ بخور؟ ده بخور، أيوة. دي حاجة جديدة يا مغيرة، صح؟ وحقيقة البخور هو من الرؤى المستقبلية اللي حتتقدم، فنحن أول عينة جبناها لكم أنتوا عشان نعرف الرأي. ما في كلام. الأول. جميل. فإن شاء الله حيكون منتج موعود به والسوق، وكثير من المنتجات الموعودة بها المرأة السودانية اللي حتنال منها كل الرضا إن شاء الله تعالى. طيب نشرح أكثر، يعني ليلة واحدة بتكون ماشية مناسبة عايزة توبة يكون ريحته جميلة، برضو حتى في بعض السيدات بيحبوا إنه الواحد يبخر برضو شعرها، الحاجات الجميلة دي. البخور ده شيء جديد، وبعدين على ما أعتقد عنده قاعدة، صح؟ نعم. سهولة الاستخدام بتاعته. نعم. فمن اسمنا نحن إن شاء الله البخور ده حنقدم لكم منتج اترك بصمته في كل البيت. جميل. طيب نتكلم عن صندلية كنداكا أكثر، وحتى الشكل، رمز الكنداكا، الرائحة، عن التفاصيل كلها يعني. طيب الرمز الكنداكا زي ما قلت لك لأنه يمثل كل مرأة سودانية وهي حبوبتنا كلنا. فنحن عندنا ثلاثة منتجات. المنتج الأول صندلية كنداكا، المنتج الثاني اسمه صندلية حبوبتي كنداكا، المنتج الثالث اسمه بصمة. فالثلاثة منتجات تنافس بعضها البعض حقيقة. سبب بخولنا للسوق لأنه حقيقة المنتج الموجود في السوق لم يغيم المرأة السودانية تماما. فنحن آلينا على أنفسنا نقدم منتج يكون في مقام المرأة السودانية بخبراتها الطويلة جدا في صناعة العطور، وبإذن الله تعالى خلال شهرين كان ذاك المنتج الأول في السوق السوداني إن شاء الله تعالى. مغيرة، البيان بالعمل. أكيد طبعا. كويس؟ أكيد طبعا. فأتفضلوا أنتم. الله يخليك. وحدونا رأيكم. دي كان ذاك 100 جرام، ونحن طبعا عندنا حتى العطور تقديرا للظروف وتقديرا للحالة الاقتصادية عاملين كل المقاسات من 100 جرام ل 50 جرام ل 30 جرام ل 10 جرام. طيب انا كل المقاسات هفتح صندليات كنداكا طبعا عشوشه
التقييم لازم، هو ظاهر عليه انه الهناي رهيب يعني، دي ما فيها اثنين ثلاثة. انا برضو حاخد اجرب من الصندلية شوية، يعني رائحة جميلة جدا جدا. وزي ما تحدثت هي انه المرأة السودانية انه دائما بتحب تتميز، وشركة بصمة قدرت انه هي تميز المرأة السودانية بصندليتها وعطورها عموما. طيب انا اعبر عن الحاجات الحلوة، دائما الحاجات الحلوة استنشقها غير انها بتزيد جمال، لكن بتديك برضو احساس بالحياة مختلف. ودي الحاجة اللي انا شعرت بها بالتأكيد بوجود شركة بصمة للعطور بالبخور والصندلية المختلفة والمميزة جدا. رائحة فعلا يعني انت بتشعر فيها بالجمال والتألق، خصوصا لو عندك عزومة، عندك لما بتاعت صحباتك ماشة عرس. بعدين في مثلا ناس بيحبوا يعني يقول لك والله الحاجة او ملمسها كويس، دي كمان دي حاجة مهمة. اول واحدة بتخاف، حاضر حنشوف المحطة، او بتقول لك والله هي مثلا انا خايفة تقوم تبقع مثلا في التوب ولا كذا. بسمع يعني اول كان ذاك الصندلية رهيبة جدا، والكلام اكثر بعد ما نشوف المحطة. حيعلق برضو سادة المغيرة على كلامنا ده، شفتوا ده الاثر والله بتاع الصندلية. خلاص خلاص صندليتنا والجودة حقتنا. جودة من خصالة ما في من جمالة بيها انت ستة. كناك حبطبتي قوية وصدني الله وصية، أبكي عشر على الصندلية. صندلية كنداكا جتنا من السعودية، الصندل الأصلي معمولة وضعت الماء معقولة. صندلية حبطوبة الأولى، صندلية كنداكا ملكة وكنداكا، ريك صبقك يا ملهمة يلف العطور متحكمة. كنداكا صندلية كنداكا. لنا مسانا كله مليان روائح جميلة مع شركة بصمة للعطور وصندلية كنداكا وحبوبتي كنداكا. شاهدنا المحطة جميلة جدا، اللوجو حتى تحت الهواء تكلمنا عن الاختيار بتاع شركة بصمة للديزاين، حتى كمان حق العبوة يعني نعم. إن يكون من الخشب. نعم هاي، فطبعا العبوة بتاعت الخشب بتساعد في احتفاظ العطر بفخامته لأطول فترة ممكنة. فنحن قصدنا زي ما قلت لك وعيد لك تاني انه نقدم منتج يليق بالمرأة السودانية، فلازم الديزاين، لازم الجودة، ولازم السعر، كله يعجبه ان شاء الله تعالى.
واحنا بنتونس تحت الهواء معانا استاذ مغيره ذكر كلام مهم جدا بعد ما احنا يعني جربنا من الصندليه اللي قال لي حتتوضي حتعمل اي حاجه حتكون الريحه ثابته ودي اهم تحدي ان شاء الله لحد بكره خلاص كويس 24 ساعه 24 ساعه معانا ان شاء الله لما تنورنا المره الجايه حقول لك استاذ مغيره طبعا الموضوع ده انا ذاتي حيكون اول سؤال اسالك ليه واقول لك ال 24 ساعه كده الله يخليك برضو انت كنت ذكرت كلام مهم جدا مفترض انه الناس تعرفه هي خدمة التوصيل نعم الخدمة دي خدمة جديدة في عالم العطور يعني المعروف طبعاً. انه الزول بيمشي للمحل مثلا او عنده زول معين بيمشي له عشان يختار الحاجة دي ما ممكن تطرح تساؤلات كثيرة انه انا ما ممكن تعجبني حاجة تانية ولا كيف انتوا حتعملوا الموضوع بتاع خدمة التوصيل ده والله طبعا هو خدمة التوصيل دارين نريح المرأة بانه نوصل لها المنتج بتاعها اللي بتختاره في محلها هي لما تطلب نحن بنشيل ثلاثة سيمبولات فالسيمبول اللي بيعجبها حنديها العطر القصاده سواء كان بصمة أو حبة كان ذاك أو كان ذاك يعني بتتصل عليكم انتوا بتجوا للبيت أيوة بتوصلوا مندوب التوصيل لحد البيت إن شاء الله وبديها العينات المجانية فيها حتختار منها عشان الحاجة اللي بيشيلها يكون من اختيارها هي إن شاء الله جميل دلال شنو الخدمات اللي بتقدمها الشركة الخدمات الاخرى يعني بتقدمها الشركه من خلال انه ممكن تصل للولايات دي حاجه مهمه جدا وطبعا التاجر مهم جدا في المعادله التسويقيه لاي شركه كانت فالحمد لله شركه بصمه انتهت في التعاقد مع 17 وكيل بكل ولايات السودان ما شاء الله جميل ولدينا داتابيس محترمه جدا في جميع اسواق ولايه الخرطوم فبإذن الله المنتج خلال شهر حيكون متوفر في أي مكان مختص بالعطور أو صناعة العطور ده كله كلام حلو جميل لكن كل الناس اللي بتحضرنا هسه منتظرة السعر كيف يا أستاذ مغيرة إن شاء الله بمناسبة التدشين خلال الفترة القادمة إن شاء الله ونحن واضعين تاريخ أول إن شاء الله حيكون يوم 12/8 بفندق كورال بالمناسبة دي حصل تخفيض في الأسعار يعني فحاليا نحن ما زي ما نحن الاعلى جوده والاغلى سعرا الان طب سامعين مشاهدينا الكرام يعني الناس اللي عندها مناسبه الناس المقبلين على الزواج واحد حابب يهدي زوجته عطر معين او صندليه معينه شركه بصمه للعطور كلهم نرحب بهم وبناكد عليهم نحن حنترك بصمتنا فيكم والحيشيلها ثاني ما حيشيل غيرها باذن الله تعالى كلام حلو ده كلام حلو طيب لو تكلمنا عن الالتحاق بالشركه في حاله انه في شخص انه يكون حاب يشتغل او يتعاون مع شركه بصمه للعطور طيب دي من الخدمات المجتمعيه اللي حتقدمها الشركه ان شاء الله وكان عندنا اعلان مشهود خلال الفتره القادمه الاعلان عن توفر وظائف مناديب مبيعات فالشركه اكيد حتساهم في تشغيل الشاب السوداني والشاب السودانية بإذن الله تعالى وحاليا الفرص متاحة والكثير من الخدمات إن شاء الله التي سوف تقدمها شركة بصمة وتكون بحضوركم ومشاهدتكم بإذن الله إن شاء الله في جو جميل زي ده مليء بالعطور السودانية الأصيلة لابد برضو من سماع لحن يعني يوثق هذه اللحظات الجميلة مع شركة بصمة للعطور وبنوحي تفرح القلب الحزين عايز أكون عايز أكون عايز أكون عايز أكون
تكون قمرية تشدو أرسل الألحان الشجية تطرب القلب المعنى وتفرح الروح الشقية طميرين عطور وصندلية كنداكا حبوبتي كنداكا وأيضا صندلية بصمة. يلا خلينا نتكلم عن الجديد, شنو في الشركة اللي ممكن تتميز به, أو هي الشركة متميزة بالتأكيد لكن تتميز أكثر. يعني شركة بصمة رؤيتها المستقبلية إن شاء الله العمل في جميع مجالات العطور, فتجري الاستعدادات على قدم وساق إن شاء الله لإضافة الصندلية والسرتية والمحلبية في الغريب العاجل باسم كنداكا والمجموع. نعم, ولقدام إن شاء الله مستمرين في كل العطور اللي بتخص المرأة السودانية كالريف دور, الصاروخ, تلمسني, كلها حتكون منتجات عالية الجودة تحمل اسم كنداكا من شركة بصمة للعطور إن شاء الله. اهتمامك أيضا بمجال الإعلام على جميع الأصعدة سواء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة, كيف أنتم بتحضروا لها برضو لجذب أكبر عدد يعني من الزبائن أستاذ مهر؟ الإعلام مهم جدا لأي مجال تسويقي أو تجاري أو خدمي, فكان الاهتمام بتكثيف المادة الإعلانية والحملات الإعلانية سواء كان للغنوات أو سواء كان للإذاعات أو حتى الأوتدور, الإعلام في الشوارع الرئيسية والمناطق المتميزة, ونحسب أننا توفقنا كثيرا في هذا المجال الحمد لله, وبدأنا نشوف قبول الناس وأنه إعلامنا وصل الحمد لله. طبعا حاجة مهمة جدا انه الشخص يكون قريب من الناس عشان يتعرف ايضا على انه هو نسبة القبول لفكرة كنداكا وانه هي صندلية جديدة, وكمان زيادة بتكون لكثير من الناس انه هم يتعرفوا اكثر على كنداكا. لو رجعنا تاني للصندلية وعرفنا اكثر عن صندلية بصمة. طيب صندلية بصمة هي زي ما قلت لك بين احنا عندنا كنداكا وحبوبتي كنداكا وبصمه, فاي واحده من العطور الثلاثه ديل عندها بصمتها بتميز براها. نحن حبينا نقدم ثلاثه منتجات عشان نحاول نرضي كل الاسواق, فالاختيار للمراه السودانيه الشاطره في هذا المجال. التسويق الشفهي بيلعب دور كبير, يعني الليلة لما أنا أجي أشتري وأقوم أحكي لجارتي وجارتي تحكي وتحكي وتحكي, بيكون حتى في الفضول الإنساني إني أنا الرائحة الجميلة دي ممكن أشمها في زول عزيز علي, أو حتى استخدام البخور. أنا الحاجة دي قلتها عشان نتكلم عن العينات اللطيفة دي السغنبوتية دي السغنونة دي, لكن برضو أثرها كبير أستاذ مغيرة. أكيد طبعا, ونحن بنعطي رجع الصدى اهتمام خاص, فأكيد حتى التجار عندهم في العطور دي المهمة حاجتين, الجودة والسعر. فيا أستاذ نجود أنت قبل شوية لما شميت الريحة أبديتي رأيك, فأنت كده خليتي معظم النساء متشوقين عشان يشموا الحاجة دي, والله فالصدى بتاع الشهادة بتاعتك إن شاء الله نحن نحسبه إعلان عالي جدا. شكرا, ده شيء شرفني والله, شهادتي مجروحة فيكم. وأنا حتى برضو يعني جربت كم واحدة من العينات دي, رائحة جميلة وراقية وفي نفس الوقت غير مزعجة. يعني نتمنى أن ننال رضا الجميع إن شاء أكيد. الله تعالى. طيب رسالة أخيرة. والله الرسالة الأخيرة لأمهاتنا وأخواتنا وحبوباتنا, إن شاء الله منتج يلقى رضاكم عننا, ونحن بنسمع منكم إذا فيه أي حاجة ناقصة نحن والله مستعدين معاكم لآخر خطوة حتى ننال رضاكم الكامل إن شاء الله. إن شاء الله. أنا شكرا لك جدا المغيرة جميع عابي مدير المبيعات والتطوير بشركة بصمة العطور, نورتنا وكمان أمسيتنا مساء مليان العطور وجمال العطور. وأنا شاكر لكم جدا أساتذتي, كتر خيركم ومستمرين ومتواصلين إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
مع بصمة مشاهدينا ننتقل إلى فاصل إعلاني ونعود.